بسم الله الرحمن الرحيم. لو انا عندي اي كاتيجوري وعايز ادي الكاتيجوري دي كلها خاصيه واحده، خلي البرامتر كل واحد، ولكن مثلا عندي اشتات كتيره وعايز اغير كل الدرون باي، اخلي اسم معين والشيك دو باي اخليه باسم معين، اعمل ايه؟ هدخل هنا في كومنت مانج او ادنس وشغل الداينامو. تعال نفكر كده مع بعض، مش عايزين نحفظ. طيب انا عايز اعمل ايه؟ عايز اغير في الكاتيجوري، فهروح للريفت سيليكشن كاتيجوري. تمام. طيب احنا قلنا هنغير في الشيت، فهقول له شيت. طيب هقول له all element of category، كل العناصر اللي موجودة في الكاتيجوري. طيب ال element، يبقى انا بقى محتاج ايه بعد كده؟ محتاج اقول له set parameter. تمام. وممكن اخلي كذا حاجة، مش يعني مش ملزم واحدة بس. element set parameter by name، ممكن احط كذا واحدة. تمام. طيب هخلي دي بس ايه، manual، عشان لما اخلص خلاص اقول له شغلها. element name ده محتاج نص، فاقول له string. طيب تعال نشوف ايه البرامتر اللي انا عايزها. ممكن approved by، design by، checked by، drawn by. طيب هقول له هنا لازم اراعي capital وسمول، drawing by. تمام اهو الفاليو، هقول له مثلا بيكاسو. طيب ممكن اجي كده اعلم على دول. تمام. واقول له دول اعملهم جروب بشكل واحد، وممكن من غير حتى ما اعمل لهم جروب تعمل سيلكت عليهم وتكررهم. يعني اخد دول كده سواء عملت جروب او لا، وتقول له كررهم فهو يكررهم برضو اهوت. تمام. طيب ايه الخاصية التانية اللي انا عايز اغيرها؟ بدل drawing by عايز approved by، فعلم على دي كده واقول له approved by. تمام. ممكن اقول له مثلا العميل اكس اللي محدش يعرفه، وتاخد دول برضو كده كوبي، وتبدأ تشوف برامتر تالت، يعني مثلا شيك دي باي. وبعد كده هقول له خلي دي مثلا واي، واقول له رن. تمام. قبل هنا مشكلة، يبقى انا بدل الابروفت كتبتها ران. غير لي في كل الشتات مرة واحدة، الابروفت باي بقت اكس، الدروينج باي بقت بيكاسو، الشيك باي بقت واي. تمام. هسيف الملف دوت، نسميه ايه؟ شينج بارامتر. هتلاقي ان شاء الله اسفل الفيديو تقدر تحمله زي ما انت عايز.